إذن السلام عليكم إخواني مجددا. تتم هذه الفيديوهات اللي كنا درنا سابقا، نتمنى أنه يكونوا عجبوكم الإخوان، ونحاول نكمل بكم الطريق إن شاء الله من هذه النقطة هذه حتى السوق أربعاء الغرب إن شاء الله. هذه طريق جديدة، يعني في العود الإنسان اللي كان كيمشي حتى المدينة مصر عبر القصيري وكيدوز لسوق الأربعاء، ولات هاد الطريق هذه اللي صلحوها. هي كانت ديجا ولكن ما كانتش مصلوحه، دابا الحمد لله راه مصلوحه. الاخوه اللي بغى يدوز منها ممكن انه يدوز من هاد الطريق هذه. لكن اصلاحات ديال واحد القنطره اللي كانت كتشكل خطر على اصحاب السيارات اللي كيدوزوا من هنا واصحاب الشاحنات كذلك. هي هذه القنطره، شافني دخلت القنطرة شوف بنادم سبحان الله الله يعفو علينا الوصف. دخلت النص ديال القنطرة، النص ديال القنطرة داخل فيه وسي جاي ما شاء الله يدوز. الطريق الاخوان انا سبق لي انني صورتها، درت عليها فيديو ولكن ما كانتش بهذا الشكل هذا. كنهضر على الطبيعه اللي كتبان لكم دابا. كانت هذيك الساعه الارض كتبان كحله لان كانت خاويه، كان مازال الناس ما زرعوش، كانت مازال الشتاء ما طاحتش كذلك.
هنا الدوار ديال الهجاجمة. شوفوا على منظر
الدوار ديال ولاد الزيار. وليدات خارجة من المدرسة، إذا الإخوان احنا دخلنا في التراب ديال سوق أربعاء الغرب.
إذا الإخوان الأخوات، إحنا الآن في المدخل ديال سوق أربعاء الغرب، وغنخليكم هنا إن شاء الله، وغنحاول نكمل لكم فيديو في جزء آخر من المدخل ديال سوق أربعاء حتى السونتر ديال المدينة إن شاء الله. إذا تحياتي لكم إخواني، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.